مش كل آلام وأمراض العمود الفقري بتشكل أزمة صحية كبيرة. في منها اللي بيحتاج لتدخل جراحي محدود، الطبيب المحترف يقدر يحدد المطلوب لشفاء مريضه بواسطة التقنيات الحديثة، بيقدر يعمل جراحة بسيطة ترجعه زي الأول وأحسن. تعالوا نتعرف على الحالات المرضية للعمود الفقري اللي بتتطلب تدخل جراحي محدود من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، الأستاذ الدكتور يسري الحميلي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بجامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. احنا بنسمع دايما على التقنيات الحديثة في علاج أو في جراحات العمود الفقري. يعني إيه جراحات محدودة التدخل؟ هو الحقيقة مفهوم جراحات محدودة التدخل مفهوم مهم جدا في الطب، ومفهوم حديث جدا، والناس بتاخده تفهمه من معناه الظاهري ان انا بعمل عملية زغنططة قوي قوي قوي، احل بها جزء بس بسيط من المشكلة، ما احلش بها المشكلة. والعكس تماما، انا بعمل عملية كبيرة قوي بحل فيها مشكلة كبيرة جدا لدى المريض بتقنية ووسيلة بسيطة جدا جدا. هنشبه ده بإيه؟ بواحد عايز يفتح صندوق خشب، واحد معاه المفتاح اللي بيفتح الصندوق، وواحد تاني مش معاه المفتاح فبيكسر الباب، وفي واحد تالت بقى حديث قوي معاه ريموت كنترول بيقدر يفتح بيه الصندوق من على بعد. تشبيه جميل يا دكتور. في واحد بقى أكثر ترتيبا بيقدر يبقى مرتب الصندوق بتاعه ده من جوه، بحيث يحرك الحاجات اللي جوه وتخرج بالريموت كنترول الحاجة اللي هو عايزها من فتحة صغيرة. هو ده الجراحات محدودة التدخل. احنا بندخل للعمود الفقري من خلال مداخل وطرق طبيعية موجودة في العمود الفقري بنسميها النورمال كوريدورز أو الفتحات الطبيعية اللي موجودة ما بين الفقرات وبعضها، ما بين الغضاريف وبعضها، ما بين مداخل الفقرات وبعضها. بمعنى آخر، لو مريض عندي عنده انزلاق غضروفي وأنا عايز أشيل الانزلاق الغضروفي ده من غير ما أفتح أي حاجة في العمود الفقري، عندي فتحة طبيعية مفتوحة وموجودة بشكل طبيعي في العمود الفقري، في آلة هتدخل جوه الفتحة دي وتوصل للغضروف وتشيله. هي دي جراحات مناظير العمود الفقري مثلا. يبقى المريض عنده انزلاق غضروفي، انا مش محتاج افتح في العضلات، افتح في العظم، اشيل عظم، اوسع، ازيح العمود الحبل الشوكي بايدي كده واصيبه باي مشاكل، لا، ده انا هدخل من فتحة طبيعية بس عندي آلة جراحية بتلف 360 درجة وجواها ضوء وجواها كاميرا وجواها كل شيء. هنا بتكمن القضية في حرفية اللي بيستخدم هذه الآلات ومدى وصوله إلى معدل تدريب عالي جدا، بحيث إن هو يقدر يوصل للغضروف ويعمل العملية. برضو هشبه تشبيه تاني، ساعات مراكب الفضاء تطلع لكوكب أو لقمر أو وساعات ما تقدرش تروح الكوكب ده، فيبعتوا حاجات بالريموت كنترول تصور وتاخد عينات وترجع تاني، وده اللي بيحصل على استكشاف المريخ دلوقتي. هو ده اللي عملته الجراحات محدودة التدخل، واللي بعبقرية أساتذة جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري قدروا يدمجوا التكنولوجي دي ويستخدموا الكمبيوتر والإنفراريد والموجات، قصدي تحت الحمراء، والموجات الكهرومغناطيسية والليزر وكل التقنيات الحديثة في الوصول إلى تصميم عمليات مبتكرة للعمود الفقري نقدر نعملها بطريقة شيك جدا جدا. وعلى سبيل المثال لا الحصر، كان زمان المريض اللي عنده هشاشة أو بيقع يتكسر عنده فقرة يلبسه قميص جبس ونقعده طول حياته فيه ويحصل له قرح فراش وما يقدرش يخش التواليت ومشاكل كبيرة من القميص الجبس ده أكتر من المشكلة بتاعت الكسر، ينسيبه لحد ما يتشل وندخل نشيل الفقرة ونحط حاجات ما بتحلش المشكلة، يا ما نقدرش نعمل له عملية ونسيبه نايم في السرير لحد لا قدر الله ما تحصل له مضاعفات من النومة. النهاردة احنا بندخل بإبرة على الفقرة المكسورة
ونعمل فيها حقن أو نعيد هيكلة الفقرة دي عن طريق موجات الألتراسونيك، وبعد ذلك نحقن المادة أو نحط بالونة ونملى البالونة دي عظم صناعي، ويمكن في فيديو بيوضح ده هنعرضه. عندنا أمثلة تانية، عندنا المرضى اللي عندهم أكثر من مشكلة في العمود الفقري، وأنا محتاج أدخل أعمل عملية في مريض عنده مشكلة في القلب، مشكلة في الكبد، عنده مشكلة في الكلى، مش هقدر أديله بنج. كل هذه المشاكل قدرنا نتغلب عليها بتصميم عمليات محدودة التدخل، بنستخدم فيها الميكروسكوب، بنستخدم فيها المنظار، بنستخدم كل التقنيات الأخرى وعلى رأسها الجراحة الملاحية. ده كده في فرق كبير جدا بين الجراحة التقليدية العادية والجراحات المحدودة التدخل، لأن النتيجة زي ما حضرتك بتقول النتيجة واحدة أو مش واحدة، لا طبعا النتيجة عمرها ما تكون واحدة بالطريقة طبعا. دي، لا النتيجة مختلفة تماما، بس هي بتحتاج تدريب عالي جدا، والتدريب الحاجات التدريبات والكورسات اللي بتتاخد في الحاجات دي موجودة في مصر يا دكتور؟ من الحاجات اللي دخلناها في مصر، وأنا من أكتر الناس اللي دخلت الحاجات دي في مصر من فضل الله تعالى، والحاجات دي بتحتاج فعلا تدريب عالي، اتدربنا تعبنا بذلنا وقت كتير جدا، والأهم من ذلك إن التقنيات دي غالية جدا، عشان تجيبها مصر اتكلفنا كتير جدا، وعشان نعمل ده بشكل احترافي خدنا وقت كتير جدا عشان ده نقدر نقدمه للمريض. لكن مهم جدا إن المريض يبقى فاهم إن هو لما يبقى عنده مشكلة في العمود الفقري نحن أكثر الناس قدرة من فضل الله تعالى على استخدام هذه التقنيات وتطويعها لإجراء عملية بطريقة لطيفة جدا. بعض المرضى بيضايقني جدا إنه سمع من أساتذة، وللأسف هم أساتذة في الطب كبار، يقولوا لا أصل الجراحة العادية عشان أنا ممكن المنظار ما يشوفش. يعني إيه ما يشوفش؟ أنا بستخدم منظار، في عدسة، بستخدم ميكروسكوب، بستخدم دمج للأشعة، في حاجة اسمها دمج للأشعة، إن أنا أخد أشعة المريض اللي فيها المرض وأعمل أشعة بالتفصيل للحالة جوه العملية، وأطلع الآلات بتاعتي داخلة فين ورايحة فين بالجراحة الملاحية، يبقى مستحيل إن أنا ما أشوفش. ده بالعكس، ده أنا بشوف وراء الأبعاد أبعاد أخرى. يعني أنا ما اشتغلش ثلاثي الأبعاد أو رباعي الأبعاد، نقدر نقول خماسي الأبعاد. ليه؟ في حاجات لا يمكن بأي حال من الأحوال أقدر أشوفها بالعين المجردة، هيوريها لي الميكروسكوب. في حاجات محتاجة إن عشان أشوفها أشيل الأنسجة اللي قدامي دي عشان تبان لي بالعين، أنا محتاجش أعمل الكلام ده. المنظار بيلف 360 درجة عشان يجيب لي الحاجات دي ويبقى شايفها ومصورها وبتقنيات عالية جدا. فقصة ان احنا بنعمل عملية جراحية اصل الجراح ما يشوفش، ده كلام عيب انه يتقال. الاهم من ذلك دايما بقول للمريض اللي عنده كل التقنيات والوسائل الحديثة لن يجبرك على انك ترجع لورا، بمعنى ببساطة شديدة جدا يا جماعة، الراجل الطيار اللي بيقود الطائرة ده بيقدر يسوق عربية، ويقدر يركب موتوسيكل، ويقدر يركب عجلة، ويقدر يركب حمار، ويقدر يركب حصان، ويقدر يمشي على رجليه. هو مسافر من هنا لأمريكا، هيركب باخرة ولا هيمشي على رجليه ولا هيركب طيارة؟ طب بالعكس، واحد ما بيعرفش يركب غير حمار، هيقدر يسوق عربية؟ ده يمكن ما يعرفش يركب عجلة. فما تخلوش حد يضحك عليكم في الحتة دي. اللي بيعرف يعمل عملية بالتقنيات الحديثة، بيعرف يستخدم المنظار، الميكروسكوب، الجراحة الملاحية، هو جراح وصل لقمة التقدم، زي ما بيقولوا المنحنى التعليمي، قمة الهرم. هو مش غرور، ولكن دي كلها مجهود وعلم وأسباب ربنا سبحانه وتعالى بيدهلنا. وعشان نختار للمريض أحسن حاجة لازم أبقى على قمة الهرم. في إيدي إن أعمل الجراحة العادية كويس جدا، أشطر من الجراح العادي اللي بيقول لك ما تعملش عملية بالمنظار لأن ممكن. حقيقة في ده اشتغل بالمايكروسكوب وما اشتغلش بالمايكروسكوب. طب انا بختار ليه كل التولز دي والوسائل دي؟ يا جماعه ما هوش عشان الجراح ده ما بيعرفش يعمل عمليه غير بالمنظار، ابدا، ده كلام مغلوط تماما. الجراح ده بيعمل كل تدخلات العمود الفقري. في مريض يجي يقول لي انا عايز اعمل تردد حراري، اصل سمعت عن التردد الحراري. المريض ده هو اللي بيقول طبعا
هو اللي بيطلب طبعا. والتردد الحراري هيحل لي مشكلتي، اصله حل لقريبي مشكلتي. نفسي نبقى عندنا ثقافه الاهتمام بصحتنا والتوعيه بصحتنا. احنا بنطلع في البرامج دي احتسب عند الله ان كل كلمه بنقولها هدفها الاول والاخير هو الوعي الطبي لدى الناس، الوعي الطبي بكل المشاكل. وعايز اقول برضو ناس بتجيلك يبقى عندها مشاكل كتير جدا 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 وتحلها لها ومبقوش راضيين، يقول لك اصل انا عايز اقوم اجري. يعني خلينا بالعقل، احنا سكتنا على مشاكل بقالنا 60 سنه. يعني لما ناخد 80% حل او 70% نحمد ربنا.